هل نقدر اليوم احنا نعيش مرحله من الازدهار للحركه الخليجيه وتحديدا للفن، الفن المسرح؟ اليوم فن المسرح فتره من الفترات كان هذا الفن خلينا نقول الكويت ما شاء الله تبارك الله متقدمه فيه بشكل كبير، واغلب العروض تكون في الكويت. اليوم نشوف العروض في الكويت، في الرياض، في ابو ظبي، في دبي. هل نعيش اليوم لحظه تاريخيه للمسرح؟ والله المسرح شوف في الكويت مثلا موجودين دائما في الاعياد، هو موسم هذا العيد، يعني تكون مثلا دائما موجوده 20 25 مسرحيه تقريبا بين طفل وكبار يعني، ونشوف قاعد الاخوان شلون يبدعون، شلون التكلفه، شلون مجهودهم الكبير يعني مسرحياتهم. الطفل ولا نشوف من ناحية فنانين، من ناحية ديكورات، إضاءة، خدع بصرية موجودة. والمملكة يعني من 5-6 سنوات تقريبا يعني صراحة يعني شيء كبير قاعد يصير، عارف، فعاليات رياضية، فعاليات كوميدية، أعمال درامية، مسرح، يعني المسرحيات وأفلام ونجوم قاعد يستضيفون فنانين عالميين مثلا. وبعد كأس العالم الإلكترونيات اللي قاعد يصير هذا أهم شيء كبير. وأيضا المملكة يعني خلاص راح تستقبل وتنظم كأس العالم إن شاء الله، يعني كرة القدم هذا شيء يعني كل يوم نشوف شيء جديد، أحداث جديدة في المملكة، ومن تطور للتطور، والتطور سريع تبارك الرحمن.